نشوف كيف المسألة بدها تفهم. وين الإنسان؟ خلق الإنسان من أجل إيش؟ الأرض. خلصنا، هذه بدهية، إني جاعل في الأرض خليفة، خلص واضح. إذن هو مخلوق لمين؟ للأرض، بده يكون في الأرض هو ونسله. هذه برضو خلصنا منها. أمر آخر، لما عصى إبليس شو قال له؟ قال فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها. فيها أني؟ فيها أني؟ منين جبتوا الجنة؟ شفتوا؟ جبنا الجنة من عندنا أصلا، فيش ولا سياق عم بقول جنة قبلها، لأنه أما والله بعدها سياقات نفرض بعدها بقى. هذا شو علاقة بعدها إحنا؟ منها لازم يرجع على إيش؟ عيش سبق ولا بده يجي في اللغة؟ قال فاهبط منها، وما فيش ولا مرة بيقول له منها بكون في جنة كلام عن الجنة، إنما شو قال له؟ أخرج منها، فاخرج منها، قال اهبط منها، أنيلي منها، فيش جنة، هذه بعدين الجنة، هذه بعدين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طب احنا بدنا نفهم منها هاي كمان مرة، بعدين اجت يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خلصنا بعدين هذا. بس احنا الآن الكلام لما الله سبحانه وتعالى بيقول لابليس والملائكة اسجدوا لآدم، معناته أحضر آدم في مكان له مكانة، أحضر آدم في حضرة إلهية، حضرة إلهية. بس ديروا بالكم، احنا سبق ركزنا عدة مرات، الله ذو الجلال مش يعني حضرة معناته مشافهة، مشافهة. هو موسى اللي كلمه الله تكليم من وراء حجاب كمان، مش هيك؟ تمام. ابليس لا يكون بده يكون الكلام معه هون. نفهم اذا انه منها معناته هناك اللي حيث حصل طلب السجود وموضوع ادم والملائكة والاختبار والتفاصيل ورفض ابليس، في مكان حضرة إلهية، مكان معينة، مكان له مكانة، فيه تجليات ربانية، مش الجنة. إذن هذه من الأسباب اللي بتخلي مرات في إيش؟ التباس. يجيبوا لنا دليل إنها الجنة، فيش قبلها كلام في الجنة؟ أخرج منها، اللي هي إيش هي؟ قال فاهبط منها، إيش التكملة؟ فما يكون لك أن تتكبر فيها. إذن هنا في حضرة لا يجوز التكبر فيها، إذن هي حضرة العبودية وحضرة الخضوع، فيش تكبر هون منها، مش الجنة. واللي بده يقول الجنة يعطينا دليل، لأنه هذا اللي بده يقول الجنة هو اللي راح يعمل إشكالات وما يفهمش فيما بعد، لأنه جاب من عنده. واخرج منها، إذن قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هو قصد إيش يتكبر؟ شو كانت غيرين الأذلاء المحتقرين؟ أنت بدك تتكبر؟ خلاص روح، أنت صغير ومحتقر، نقيدها على طول.